بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. هذا الذي في الكأس برقوق، خوخ أحمر، خوخ الأحمر برقوق، وليس الدراق أبو الكبير هذا الذي له قشرة، لا، الخوخ الأحمر. يا سأريكم الخوخ الأحمر. هذا الخوخ البرقوق أو الخوخ الأحمر، إذا أتينا بخمس حبات ووضعنا عليهم كوب ونصف ماء، يعني كوب هذا ونصف كوب، كوب هذا ونصف كوب ماء، تركناهم من الليل إلى الصباح، والصباح حركناهم وشربت ماءهم، وبعد ما شربت ماءهم أكلت، بعد ما أشرب ماء الماء كله الكاس ونص ماء أشربهم، وبعدين أخذ البرقوق هذا الخوخ الأحمر وأكله صباحا، تركته من الليل للصباح، الصباح أتيت حركتهم ثم شربت الماء ثم أكلت البرقوقات الخمسة، شو بصير؟ كل الغازات المعفنة اللي ببطننا تطلع، الروائح الكريهة المخزية اللي بمصارينا بتطلع بشكل لا يمكن بحياتكم تتصوروا. شوفوا المدافع مثل المدافع، كلها البطن بيضغطها بالبطن بيخليه كل أبو أبوها تطلع، السم، الريحة، الفون، كله بإذن الله تعالى بيطلع. الحجارة الملزقة بالبطن هاي الصغيرة كلها بتطلع. والله لما بعد عدة ساعات من أكل هذا البرقوق، كأنه شيء مسدود وفتح، بوم بوم بوم، الجسم، الحجارة، الكتل، الوسخ، السدودات، كل أبو أبوه بيطلع. الريحة اللي بتفطس بتموت، الكريهة كلها تطلع، بعديها بترجعوا بشر، بعديها بترجعوا بشر. والله تقولوا بعدها الآن إحنا ما كنا بشر، كنا ميتين، الآن صرنا ناس أحياء، ناس فعلا. وخصوصا وإذا بدكم التنظيف المضبوط كرروها كمان يوم ثاني، علشان أبدا التنظيف حتى تروح الريح الكريهة اللي بالبطن، الروائح هاي الحجار كله تطلع خبط. والشيء الرائع انه ما بيعملك اسهال طول اليوم، لا، مؤقت بس دقائق. قسما بالله الضغط الهوائي اللي بالبطن هذا اللي بيعمل البرقوق كأنه ماسورة خرطوم مسدود من 100 سنة وتفتحه. يا الله يا لطيف يا لطيف. وأنا حقيقة جربته، وهذا الدواء هذا أخذته من زوجتي بن أم عبد العزيز، قالت لي هذا دواء مغربي عندنا من جدادنا، من أعظم ما رأيت بحياتي، لا بده لا نحتاج خروع ولا نحتاج سنمكة ولا نحتاج ملين ولا بس، فقط هذا الدواء طبيعي جدا جدا، ونعمل دواء ونعمل خير ونعمل بركة. وزعوا بالواتس
وزعوا بالإيمو، وزعوا بالمريخ، خلي عباد الله تستفيد. أبو عبد العزيز العشاب من قناة العشاب معكم. إذا اكتبوا بس قناة العشاب بطلع، بس اكتب قناة العشاب كل فيديوهاتي بتطلع تتفرجوا عليها. ميرسي.